كانت بلقيس أميرة في مملكة سبأ، وعاش أهل سبأ في رخاء لم يروه من قبل. ما رأيك يا مولاتي؟ رائع، هذا ما كنت أريده بالضبط. لقد تكلف العرش ثروة طائلة واستغرق أعواما في بنائه، لكنه أعجوبة تستحق التعب. جهد عظيم يا رشيد. الشعب كله ينتظر عند معبد الشمس لنحتفل بعيد جلوسك على عرش البلاد. هل قمتم بتوزيع الحلوى والملابس الجديدة على الفقراء؟ لم يعد في مملكتنا فقير يا مولاتي بسبب تقدمنا وحكمتنا المستمدة منك، بل بسبب تشاورنا في كل أمر واختيارنا للرأي الأصوب. فرحتي اليوم تفوق الجميع، وسأسجد للشمس حتى تغيب احتفالا لمولاتي العظيمة. ها هي الشمس تتوسط السماء، حانت لحظة السجود. رأى هذا المشهد واحد من جنود نبي الله سليمان وطار الهدهد. طار الهدهد من أرض سبأ إلى بيت المقدس ليبلغ نبي الله سليمان بما رأاه. عنبر، أين كنت؟ هل لاحظ نبي الله غيابي؟ نعم، وأقسم أن يذبحك. لكني مظلوم، كنت أؤدي عملي وأستطلع ما يجري تحت سماء الله الواسعة. بل كنت تلهو وتلعب. أقسم أنني كنت في مهمة عمل خطيرة، وقد أحط بما لم يحط به سليمان، وجئته من سبأ بنبأ يقين. يا ويلي، نسيت أن أخبرك يا عنبر، نبي الله سليمان وضع 3 احتمالات: الذبح أو التعذيب، والاحتمال الثالث أن تأتيه بأخبار مهمة وواضحة تبرر غيابك. لماذا لم تخبرني منذ البداية؟ حمدا لله. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ما هذا؟ صبيحة، صبيحة، أمرك يا مولاتي الملكة؟ ماذا حدث؟ من دخل غرفتي وأنا نائمة؟ لا أحد يا مولاتي. أقول لك هناك من دخل إلى غرفتي ووضع هذه الرسالة على سريري إلى جوار رأسي. أقسم لك أنه لم يدخل مخلوق من الباب. والرسالة؟ من أين جاءت؟ لا أدري. استدعي جميع الحرس واستدعي القائد نامق فورا، أريدهم في اجتماع عاجل. لقد فتشنا القصر بعناية، لم تدخل نملة دون علمنا. والرسالة التي في يدي كيف وصلت إلى مخدعي؟ هل يمكن أن تكون السيدة صبيحة هي من وضعتها؟ إن صبيحة مربيتي الخاصة، ولن أسمح باتهامها بالخيانة. لم أقصد، ولكن الأمر محير. من دخل إلى مخدعي ليضع رسالة إلى جوار رأسي كان بإمكانه قتلي دون أن أشعر. إذا كانت مولاتي ترى أني مقصر في عملي
فلتقطع رقبتي فورا. قطع رقبتك لن يحل اللغز، أريد اجتماعا في الصباح الباكر مع مجلس الحكماء. أمر مولاتي. وضاعف الحراسة حول مخدعي وقاعة عرشي. لقد ضاعفت الحراسة بالفعل فور سماعي بالخبر. ما زلت أشعر بالخوف من صاحب هذه الرسالة. ترى لماذا جمعتنا الملكة؟ ليس من عاداتها استدعاؤنا في هذا الصباح الباكر. اصبروا يا سادة، ستعرفون كل شيء في حينه. يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقى إليك؟ كيف؟ وجدت الرسالة إلى جوار مخدعي ولا أدري كيف وصلت إلي. ربما ألقيت بسهم من نافذة أو كوة مفتوحة في السقف. هذه علامة على أننا مخترقون. الأهم هو ما تحويه الرسالة. ماذا تحوي يا مولاتي؟ نرجوك أن تقرأيه علينا. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هل انتهت الرسالة؟ نعم، ما رأيكم؟ سمعت بالملك سليمان، يقولون إنه رجل قوي وحكيم، ولكني لم أسمع بربه الرحمن الرحيم. ما رأيك كبير المهندسين؟ لا أدري ماذا أقول. أيها الناس، أفتوني في أمري، تعرفون أنني لا أتخذ قراراً بمفردي. مولاتي، إن جيوشنا مستعدة للدفاع عن مملكة سبأ الغالية والموت دونها. نحن لدينا قوة وعلم حديث وفائض كبير في الطعام والماء، ونستطيع خوض الحرب متى أردت. الأمر في النهاية يرجع لك يا مولاتي. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذه عادتهم دائما. ماذا تقترح مولاتي إذن؟ سأجرب الطرق السلمية، حقنا للدماء وتجنيبا للناس لعويلة الحرب، فأبعث لهم بهدية وأرى ماذا يكون ردهم. لقد استخدمنا كمية كبيرة من الذهب المصهور لصنع صناديق الهدايا. أرى يا مولاتي أن هذه تكلفة كبيرة للغاية. يجب أن تكون الهدية قيمة ومبهرة للملك سليمان. هل لي أن أفهم الحكمة في ذلك؟ لو كان الملك سليمان رجلاً قوياً طامعاً في الدنيا، فسترضيه الهدية وتجعله يكف أذاه عنا. ألا يمكن أن تزيد من أطماعه؟ إن شراء أصحاب الأطماع أمر سهل، المشكلة لو كان صاحب مبدأ أو عقيدة. ماذا سيفعل وقتها؟ لن ترضيه هديتنا مهما بلغت قيمتها، وسيزداد إصرارا على إخضاعنا لربه. ولكني لا أظن أن هناك مخلوقا في الدنيا يستطيع مقاومة كل هذا القدر من الذهب. هذا رأيي أنا أيضا. أرجو أن يفكر الملك سليمان مثلكما. لن أعيد توصيتكم. نعرف مهمتنا جيدا يا مولاتي، سأراقب أحوال مملكة سليمان، خاصة في الزراعة والتجارة والصناعة. وأنا سأتابع ما وصل إليه من نظريات علمية في الطب والهندسة. ألم يكن من الأفضل أن يذهب معنا قائد حربي لاستطلاع أحوال جيوشهم؟ بالطبع لا، نريد أن نؤكد له أننا دعاة سلام ولم نذهب للتجسس عليه. فهمت يا مولاتي. أظهروا لهم الود والمحبة والاستعداد لتعاون مشترك إذا ما طلبوا ذلك. بكل تأكيد يا مولاتي، اطمئني. هيا ابدأوا التحرك، ولترعاكم الشمس المقدسة. وصل رسل بلقيس إلى أرض نبي الله سليمان عليه السلام. انظر يا عمار، لم أرى حدائق بهذا الاتساع من قبل. إن الفاكهة تسقط من تلقاء نفسها في داخل السلال. كيف يحدث هذا؟ من يأمر الريح بأن تهب في هذا الاتجاه وهذا التوقيت؟ تأمل تماثيل الزينة والنوافير في الطرقات،
إنها أجمل وأقيم بكثير من الهدية التي أحضرناها لملك البلاد. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. مولاي الملك سليمان تفضل. هذه هدية من الملكة بلقيس ملكة سبأ. قال لهم نبي الله سليمان: ما هذا؟ أتغرونني بالمال؟ ليس هذا ما قصدناه يا مولاي. إن مولاتي أرادت أن تطلعكم على تقدم فنون صناعة الحلي في سبأ. قال لهم النبي: لقد أتاني الله ثروة وملكا أعظم مما آتاكم. ارجعا إلى أرضكما وقولا لمن يحكم أننا سنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها وسنخرجهم من الأرض أذلة. أليست رحلة مولاتي إلى الملك سليمان تشكل خطرا عليها؟ على العكس يا قائد الحرس، لم نر من الملك سليمان إلا المعاملة الكريمة. ليت مولاتي تسمح لي بالسفر معها لحمايتها. بل تتولى حماية البلاد يا نامق، واحرص على حراسة عرشي جيدا. لن يستطيع الجيش بأكمله أن يحركه خطوة من مكانه يا مولاتي. تصحبك السلامة يا مولاتي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر
انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. كان نبي الله سليمان يستعد لاستقبال ضيفته ليطلعها على ما أتاه الله من علم وسلطان، لعل ذلك يخرجها من ظلمة عبادة الشمس إلى نور عبادة الله. انظري يا مولاتي إلى التماثيل كأنها حقيقية، والفاكهات والأسماك إنها معجزة. لا تشيري هكذا يا صبيحة، ولا تبدي انبهارا بما ترين. سأحاول يا مولاتي. حدد الملك سليمان استقبالنا في قاعة اسمها قاعة العرش. وصلنا يا مولاتي، تفضلي بالدخول. قال لها نبي الله سليمان: أهكذا عرشك؟ كأنه هو، ولكن كيف جاء من سبأ إلى هنا؟ ومن حمله؟ قال لها نبي الله سليمان: لقد أوتينا العلم من قبلك، لكن ما يميزنا هو الإيمان بالله، إنما أوصلنا إلى ما نحن فيه من تطور ورقي هو اليقين بالله وإسلامنا نحن. إلى أين نتجه الآن يا مولاتي؟ إن الملك سليمان الحكيم قد بنى لي صرحا لأرتاح فيه. يا له من ملك كريم وعظيم. ناداها نبي الله سليمان وطلب منها أن تدخل إلى الصرح. ما هذا؟ إنه بحر. لم ينظر نبي الله إلى المرأة وهي تكشف ساقيها وقال: إنما هو صرح من الزجاج الشفاف النادر يخيل للناظر إليه أنه بحر. أستغفر الله العظيم، لقد ظلمت نفسي طويلا، كنت أسجد لشمس وهي مخلوقة مثلي، لن أسجد بعد اليوم إلا لمن خلقني، أسلمت مع نبي الله سليمان لله رب العالمين. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. عاش رجل صالح وعالم في أرض كنعان يدعى بلعام ابن باعوراء. ما العمل؟ لقد جفت الأرض تماما. كيف سنأكل طوال العام يا أبي؟ لا أدري يا كسبي. اسمع يا صور، ليس أمامنا إلا أن نستنجد بعالمنا بلعام، إنه هائم في صومعته طوال الوقت ولا يشغله شيء من أمور الدنيا. إنه حتى لا يهتم بالجوع أو الظمأ. نعم، لا يفكر إلا في الصلاة والعلم. كفاكم سخرية من الرجل، لا تنسوا أنه من الصالحين ودعاؤه مستجاب. هل صحيح أنه يعرف اسم الله الأعظم؟ لست أدري، المهم أن يساعدنا على سقوط المطر ومنع الجفاف. يا سيد بلعام. يا سيد بلعام. ما هذا؟ كلاب تنبح وحمير تنهق وأناس تصيح، كيف لعالم مثلي أن يتدارس أسرار العلم؟ أية أسرار يا سيد بلعام؟ أريد أن أفهم لماذا تسقط ثمار الفاكهة إلى أسفل ولا تسقط إلى أعلى؟ تحدث معي أنا يا بلعام، إن الأرض جافة كما ترى. هذا صحيح، بسبب عدم سقوط الأمطار. ليتك تدعو ربك أن يسقط الأمطار على زرعنا. وسوف نكافئك بسلال الفاكهة. ليس بلعام من يفكر في الطعام يا رجل، سأدعو الله فقط رحمة بصغاركم. يا رب،
دعونا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم أغثنا وأنزل علينا فيضا من السماء. جاء المطر، هذا رائع، الشكر لرب بلعام. المطر وفير، سيكون المحصول وفيرا هذا العام. الحمد لله يا رب، الحمد لله والشكر لك. إلى أين تذهب يا بلعام؟ الشمس غربت، هذا موعد خلوتي وصلاتي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لقد كلفنا آل كنعان جميعا أن نطلب منك أن تنصرنا على قوم موسى. إننا في خطر عظيم يا سيد بلعام. أي خطر؟ ما الذي يضركم في قوم يعسكرون على حدود أرضكم ولن يؤذوكم في شيء؟ إنهم بكل تأكيد يستعدون للحرب. من أكد لك هذا؟ لماذا اختاروا أرضنا بالتحديد؟ إلا إذا كانوا ينوون بنا شرا. اختصروا في الحديث، أريد أن أخلو لعبادتي، ماذا تريدون مني؟ نريدك أن تهلكهم بدعائكم الصالح. أجننت يا سور؟ أدعو على نبي الله ومن آمن معه. إنك تدعو لإنقاذ أهلك وعشيرتك. ويلكم، هذا نبي الله موسى ومعه الملائكة ومعه المؤمنون. سوف نكافئك 100 رأس من الإبل. عدت للمساومة يا رجل. إنه لم يقصد يا بلعام. بلعام؟ بلعام؟ هكذا دون سيد؟ هيا أغربوا عن وجهي، أغربوا ولا تعودوا ثانية. وأتتني فكرة رائعة ستغير الأمر تماما. ما كل هذه الحشود من الناس؟ جئناك جميعا نستحلف أن تخلصنا من أعدائنا ونختارك أميرا علينا. أمير؟ أنا الأمير؟ نعم، ستكون حاكمنا وولي نعمتنا، ولك منا المنزلة والمكانة. لا نقطع أمرا إلا بك. ونقسم لك على الولاء والطاعة. ما قولك يا كبير القوم ورئيسهم؟ لا تقول عني كبير القوم ولا رئيسهم، إنني أحب التواضع، فقط قولوا إنني عالم. لم نسمع رأيك يا سيد بلعام يا عالمنا العظيم. هل ستدعو على موسى وقومه؟ أيها الناس، يا أتباع بلعام ورعيته، ما دامت هذه رغبتكم جميعا سوف أدعو على موسى وقومه بالهلاك. إنها لحظة من لحظات المجد بالنسبة لي، من اليوم سوف أتبعك وأسير في ركابك يا سيد بلعام. قرر بلعام أن يدعو على نبي الله موسى ومن آمن معه، فاتخذ طريقه إلى جبل حسبان راكبا فوق حماره، وقومه من بني كنعان ينتظرون ما سيحدث. هيا يا كسول، ماذا دهاك أيها الحمار؟ أتوقعني من فوقك؟ ليس لك إلا العصا. ويحك يا بلعام، أين تذهب؟ ها؟ الحمار يتكلم؟ هذا أمر عجيب. أعجب منه ما تنوي أن تفعله. وما شأنك أنت بما أفعل؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهتي؟ الملائكة تردك؟ لماذا؟ ألا تعلم؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ نعم سأفعل، ولا تحاول التدخل في حياتي مرة أخرى. أنا حر، أنا حر، لم يعد إلا للحمار يعرفني الثواب من الخطأ. خذ خذ خذ. وصل بلعام، وصل بلعام. مرحبا يا بلعام، لقد وصلت أخيرا.
صمتا، لا تزعجوا السيد بلعام، تفضل بالدعاء. اللهم 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 بحق اسمك الأعظم أهلك أهلك قومي. سيد بلعام، اللهم انصر، اللهم اللهم انصر المؤمنين من قوم موسى. أتدري ما تصنع يا سيد بلعام؟ أنت تدعو لهم وتدعو علينا؟ ها؟ دعوني الآن. ماذا فعلت يا رجل؟ هذا شيء قد غلب الله عليه، والله غالب على أمره. لقد رأيت الكنعانيين فوق الجبل ينظرون إلينا. وماذا في ذلك؟ هم بكل تأكيد يدبرون لنا الأذى. فلتحسن الظن بهم كما يعلمنا نبي الله موسى. كيف نحسن الظن بقوم يعادوننا؟ لم نتأكد أنهم يعادوننا كما تقول. ثم إن الله يحمينا يا زمري. ألم يشق لنا البحر وينجنا من فرعون وهامان وجنودهما؟ كفى، لقد سئمت من ترتيد قصة هذه المعجزة. ما الذي يدور في رأسك يا بني؟ إننا قوم أقوياء، وباستطاعتنا أن نهجم عليهم من باب الوقاية لأنفسنا. لم نهجم على أحد إلا بأمر من نبي الله موسى، فلننتهي من هذا الجدل العقيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ لا يهم من أنا وكيف دخلت، المهم من أنت وكيف ستخرج من هنا وتواجه الناس. أنا بلعام سيد القوم، وسوف أخرج إلى الناس وماذا تقول لهم؟ أنا فاشل، أنا لست عالما ولست صالحا، ولم أقدر على حمايتكم بالدعاء. كفى أرجوك. أتحب أن تضربني بالعصا مثلما ضربت الحمار الذي نصحك؟ لا تستهزئ بي، وحاول أن تساعدني. حسنا، لكي أساعدك يجب أن تعترف بالحقيقة، أنت في موقف بالغ الصعوبة. هذا صحيح، لقد خسرت الدنيا والدين. خسرت الدين هذا مؤكد، أما الدنيا فما زال هناك أمل. كيف؟ تدبر، لم تستطع الدعاء عليهم لأن الله يرضى عنهم، أما إذا غضب الله عليهم فسوف تنزل اللعنات على رؤوسهم. هذا صحيح، سأفكر وأتدبر. لماذا جمعتنا يا بلعام؟ اسمي السيد بلعام يا سور. لا، لم تعد سيدا بعد أن دعوت علينا. تأدب يا سور، كلنا آذان مصغية يا سيد بلعام. اسمعوني جيدا، جملوا النساء وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى أعدائكم المؤمنين، ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها. خسئت يا بلعام، أهذه عفتك؟ انتظري حتى يكمل حديثه. إذا سقط واحد منهم في الخطيئة سيصيب الجميع وبال عظيم. ما رأيك في تنفيذ الخطة يا سيد بلعام؟ لا بأس. هذه ابنتي كاسبي، أرسلتها لتؤدي مهمتها متطوعة
لصالح القبيلة. هذا ما كنت أنتظره منك يا سور. العطور الجميلة، الفاكهة الطازجة، من يشتري مني هذا العطر؟ لا تنظر إليهن يا زمري حتى لا تفتح بابا للشيطان الرجيم. لم أبيع شيئا حتى الآن، ولم يحدثني رجل واحد. حاولي مرة أخرى يا شروات، خذ مني الفاكهة. فشلت خطتك يا بلعام. لم تفشل بعد، لننتظر قليلا. لقد عادت النساء جميعا إلى هذه الدرجة، تبلغ قوة إيمانهم بربهم؟ لقد بذلت أقصى جهدي ودبرت أعظم حيلي، كيف يحدث هذا؟ أين ابنتك كازبي يا سور؟ لم تعد بعد من أرض قوم موسى. هي أملنا الأخير إذن. ها قد عادت كازبي. أين الفاكهة التي كانت معك؟ أعطيتها لرجل من قوم موسى يدعى الزمري. إذن أفهم من ذلك أنه تم كل شيء بنجاح كما أردت يا سيد بلعام. عظيم، نجحنا، أخيرا نجحنا. لقد هلكوا بالفعل، سقط واحد منهم في المعصية، وعما قليل سترى أثر ذلك على الجميع. أين كنت يا زمري؟ ليس لك أن تسألني. لقد رأيتك واقفا مع الفتاة التي تبيع الفاكهة، ثم اختفيتما من أمامي. هل حدث ما يقوله حييم؟ أنت وحييم لستما أوصياء علي. بماذا تشعر؟ أشعر بآلام شديدة وإعياء. إنك محموم يا أخي في الله. أشعر بغثيان أيضا. أسقوه بعض الماء وسأذهب لأبلغ نبي الله موسى بما جرى. لا تزعجوا نبي الله في خلوته، إنه مجرد ألم بسيط ومحتمل. أنا أيضا أشعر بألم بطني. كان لبلعام ما أراد، حصل على المكانة والمنزلة بين قومه بعد أن باع دينه وضميره. لابد أن يشرب الجميع نخب انتصارنا على قوم موسى. سمعت أن الطاعون يفتك بهم فتكة. هذه واحدة من مئات الحيل والأفكار العبقرية في رأسي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هل تشعر بالتحسن؟ بل الحالة أسوأ. إلا متى نسكت على هذا الهوان ونحن نعلم أسباب الوباء؟ لا تعد لهذا الحديث أرجوك. هل تريد مني شيئا آخر؟ نعم. ماذا؟ أجبني. سل نبي الله موسى أن يسامحني على تقصيري في اتباع دعوته. أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى نبي الله. لماذا أنت مقضب الجبين؟ لقد مات حييم يا زمري. حقا؟ خبر سيء. إذا أستطيع أن أخذ نصيبه من الطعام، فأنا وكاسبي جائعان جدا هذه الليلة.
لن تقابل هذه المرأة الغاوية مرة أخرى. ومن سيمنعني؟ أنا. أنت؟ يا لك من مغرور. مصيبة، مصيبة. لا تتحدثوا كالكلاب، اهدأوا، اهدأوا وأخبروني ماذا جرى. ابنتي، ابنتي يا سيد بلعام، ابنتي قتلت. قتلها فنحاس، هي وصاحبها زمري، ليتخلص قومه من الوباء. أعدها إلي أرجوك. أجننت؟ الموتى لا يرجعون للحياة إلا يوم البعث. أنت الذي قتلت ابنتي. تأدب وأنت تخاطب أميرك وقائدك. لم أكره ابنتك على شيء، هي كانت على استعداد للفساد وأنت شجعتها، تذكر هذا جيدا. ما كان ينبغي أن تفعل هذا يا بني؟ لم أدري بنفسي إلا وقد غرست الحربة في جسديهما. قد أكون مخطئا، ولكني أردت الخلاص لقومي. ليس بهذه الطريقة. ألم تشف من مرضك؟ وغادرتنا الفئران آخذة وباء الطاعون إلى بعيد. نعم هذا حدث، ولكن القتل جريمة نكراء، والخطيئة لا تعالج بخطيئة أخرى. الحق أننا أخطأنا كثيرا في حق أنفسنا. كيف؟ ظننا أننا نتبع نبي الله موسى، ولكننا في الغالب نتبع أهواءنا. هل من سبيل إلى التوبة؟ نعود إلى أوامر نبي الله ولا نخالفها. سنفعل. إنني جائع وعطشان يا إبليس. لم أنجبك لأنفق عليك طوال الوقت يا بلعام. إنني في أزمة، وسوف أرد إليك كل قطعة نقود تنفقها علي عندما أسترد مكانتي. تسترد ماذا؟ لم أسمعك جيدا. لا تسخر مني، سوف أجد وسيلة أسترد بها مكانتي ومنزلتي بين الناس. تلك المنزلة التي بعت من أجلها آيات الله وعلمه لك. أنت الذي أضللتني. كاذب، لقد كنت عبدا صالحا مستجاب الدعوة، فانسلخت من آيات الله. أنت الذي فكرت ودبرت للشر، لا أنا. أتتخلى عني الآن؟ بالطبع، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. أنت؟ لا أريد شيئا منك، اذهب إلى الجحيم، اذهب. سأذهب وسأنتظرك هناك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. عاش بطل قصتنا في زمن الفترة، أي ما بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى برصيصة. يقولون إن الراهب برصيصة كان يصوم عن الطعام 40 يوما لا يشرب فيها إلا الماء، ثم يفطر لمدة يوم واحد ويعاود الصيام مرة أخرى. يا رب، يا رب، لقد تعبت من السير. لماذا يقطن الراهب برصيصة في هذا المكان الموحش؟ إنه يعتزل الناس ليتعبد ويخشع لله وحده. ها قد وصلنا، سأطرق الباب. باسمك اللهم، أرحني يا الله بعظيم رحمتك. لقد بدأ في صلاته الآن. ومتى سينتهي يا أبا نوب؟ لا أدري،
قد يصلي 10 ساعات، وأحيانا يستغرق في الصلاة لأيام كاملة. وهل ننتظر لأيام كاملة لنسأله الدعاء والنصر على الأعداء؟ هيا يا برسوم، هيا يا أبانوب، سنأتي له في وقت لاحق. ماذا بك يا سيل الشر؟ أراك تبدو حزينا مهموما. كلما أرسلت الشيطان ليوسوس إلى ذلك الراهب وينهيه عن الصلاة فشل في مهمته. تقصد برصيصة؟ هل لي أن أجرب؟ أنت من أذكى وأخلص تلاميذي أيها الشيطان الأبيض، ولكننا جربنا كل الحيل معه. دعني أحاول مرة أخرى، لن نخسر شيئا. يعجبني حماسك للعمل، لا بأس، حاول يا أبيض وأطلعني على نتيجة عملك أولا بأول. من أنت يا أخي؟ السلام عليك أيها الراهب الكريم برصيصة. وعليك السلام، لم أتعرف عليك بعد. واحد من آلاف المخلوقات، فما أهمية الاسم؟ صحيح، يبدو أنك رجل حكيم. أرجوك أن تعلمني شيئا أستفيد به في حياتي. سأعلمك دعاء إذا قلته على جسد مريض شفي من مرضه في الحال. وهل هذا ممكن؟ سترى بنفسك. وما هي خطتك يا أبيض؟ سأذهب إلى بعض الناس من الحكام والأكابر وأصرعهم وأسكن في داخله، وسيستنجد أهالي المرضى بالراهب العادل الصالح، وهنا يقرأ الدعاء الذي علمته له. وساعتها تخرج من جسد المريض وكأنه هو الذي شفي. بالضبط يا سيد الشر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. النجدة، نار في رأسي. اهدى يا وزيري، أين الأطباء؟ عرضناه على كل الأطباء يا مولاي. سيدي الملك بترك، هل لي أن أقترح حلاً لعلاج الوزير بيلاطس؟ تحدث يا الجندي أبانوب. هناك راهب صالح يسكن في صومعة في أطراف المدينة يدعى برصيصة. سمعت به، وماذا بوسعه أن يفعل؟ قد يكون دعاء رجل صالح كهذا مستجاباً عند الله. النار بداخلي، أنقذوني. خذوه إلى ذلك الراهب فورا، ربما أمكنه العلاج، لن نخسر شيئا بالتجربة. أرجوك يا سيدي صلي من أجله، أو اقرأ له شيئا من الدعاء المبارك. الدعاء المبارك؟ ومن غيرك يستطيع علاجه؟ سأجرب شيئا، ربما نجحت. نار في رأسي، النجدة، النجدة. الشيطان الأبيض يخرج من جسد الوزير. أين أنا؟ وما الذي جاء بي إلى هذا المكان؟ أما تشعر بالألم؟ على الإطلاق، إنني في أتم صحة، حمدا لله. يا له من أمر عجيب. بورك فيك يا سيد الراهب. أنا لم أفعل شيئا. يا لك من رجل متواضع. هذه شيم العظام. اسمح لي أن أقبل يدك يا سيدي الراهب لألتمس البركة. وأنا أيضا. أرجوك يا سيد برصيصة، لا يوجد غيرك يمكن أن نعهد إليه برعاية أختنا. قلت لكم لا وألف لا، كيف أعيش مع امرأة غريبة في بيت واحد؟ لن تكون في بيت واحد، سنبني لها غرفة بجوار صومعتك. سأراها في طريقي كل يوم.
سآمرها أن تحبس نفسها في هذه الغرفة ولا تطيع في غيابنا إلا سيدها الراهب. لا لا، ستشغلني صغائر الأمور هذه عن العبادة. يا سيدي الراهب، نحن مضطرون للسفر جميعا وستهلك المسكينة بدونك، هل يرضيك هذا؟ ولكن أرجوك يا سيدي قل موافق. ولكن نتوسل إليك ألا تخذلنا. لا فائدة، ليس أمامي إلا أن أقبل هذه المهمة الثقيلة. سافر إخوة الفتاة وتركوها في رعاية الراهب الذي كان شديد التخوف من فتنة النساء، وكان لشدة حرصه يترك الطعام على بابها ويترك الباب ثم يجري حتى لا يراها أو يتحدث إليها. أين كنت مختفيا يا صديقي العزيز؟ وأتجول في أرض الله واسع متأملا مخلوقاته العجيبة. دعاؤك الذي علمته لي أثره طيب للغاية، ما قرأته على مريض إلا وساعده على الشفاء. الله هو الشافي، ما نحن إلا أسباب في يديه. ماذا بك يا صديقي؟ أشعر بشيء من الهم والخوف، فلقد عهد إلي بمسؤولية ثقيلة في رعاية فتاة تقطن بجواري. أعانك الله، سمعت اليوم صوت الذئب يهوي، لعله اشتم رائحة طعام قريبة. أنا وضعت الطعام على بابها، أيكون الذئب قد أكله؟ لست أدري، كان الأحوط أن ننتظر حتى تأخذ منك الطعام بنفسها. أتظن ذلك؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لعلك أنت سيدي الراهب؟ لا لا، لست هو؟ من تكون إذن؟ بل أنا برصيصة، ولكنني لست سيدا لأحد، هذا ما قصدته. هذا تواضع عظيم منك. إليك هذا الطعام. أعددت الطعام بنفسك وحملته إلي؟ هذا واجبي، لقد خشيت أن يأكل الذئب الطعام، لهذا وقفت أنتظرك. هل الذئب قريب من هنا؟ ماذا؟ لست أدري، ألك حاجة في شيء؟ إني خائفة، أقصد شكرا لك سيدي على تعبك. أغلقي الباب خلفك جيدا. أعددت الطعام بنفسك وحملته إلي؟ أستغفر الله، أستغفر الله، يجب أن أبدأ صلاتي من جديد. يسمع برصيصة أحدهم قادمة. هي بالتأكيد، ما هذه الجرأة؟ لن أفتح لها. أحدهم يطرق الباب. من بالباب؟ إنه أنا. معذرة يا أخي، كنت أظنك هي. هي؟ هي من؟ الفتاة التي حدثتك عنها. لا أتذكر شيئا. الفتاة التي عهد إلي إخوتها برعايتها. نعم، تذكرت. سامحني، مثل هذه الأحاديث لا تعلق برأسي. أقسم لك أنني لم أحدثها إلا مرة واحدة، خشيت أن يأكل الذئب طعامها، ومن وقتها لا أطرق بابها. أتقصد المسكينة التي توشك على الموت؟ ماذا تقول؟ إنها مريضة تحتضر. وكيف عرفت؟
سعالها يدمي القلوب مسكينة، ستموت موتا بطيئا إذا لم يسعفها أحد. ما العمل؟ كيف أتصرف؟ ادخل إلى غرفتها وحاول أن تساعدها. لا تخش على نفسك، فأنت راهب وعابد وزاهد، ودعواتك مجابة بأمر الله. نعم، ولكن إما هذا وإما أن تتركها تموت. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عفوا لدخولي، إنما أردت أن أطمئن عليك. أهلا سيدي. دعك من الكلام الآن وتناولي هذا العسل الجبلي، هو مفيد جدا لك. ما أطيب طعمه، شكرا لك. لا شكر على واجب يا... معذرة، لم أعرف اسمك. اسمي ريموندا يا سيدي. ريموندا، ما معنى هذا الاسم؟ يقولون إن معناه نور العالم. نور العالم، يا له من معنى جميل. إنني في الحقيقة نادم أشد الندم. نادم على فعل الخير؟ لم أعد أفهمك يا صديقي. لقد شفيت الفتاة تماما، لم تعد بحاجة إلى وجودي بجانبها. أكمل ثم ماذا؟ لكنني أواصل زيارتها كل يوم، ونجلس معا للحديث والضحك بدون ضرورة للزيارة. كيف بدون ضرورة؟ إن هذه المسكينة تعيش وحدها بين أربعة جدران، ومن واجبك أن تسليها وتؤنس وحدتها. أؤنس وحدتها؟ هذا كلام خطير. ما الذي يخيفك في الأمر؟ يخيفني أنني رجل قد أقع في الفتنة، وهي امرأة آية في الجمال والرقة والعذوبة. تتحدث كأنك إنسان عادي. أنت راهب يا برصيصة، وزاهد، ونفسك طاهرة. أنت غير الناس جميعا. أتظن ذلك حقا؟ سيدي الراهب، ألن تذهب إلى صومعتك لترتاح؟ راحتي هنا إلى جوارك. لقد تأخر الوقت يا سيدي، والأفضل لصحتك أن تنام. كيف أنام وأترك نور العالم كله؟ أنت نور عالمي يا ريموندا، ولا سعادة لي بدونك. ريموندا، أين كنت كل هذا الوقت؟ معذرة يا سيد الشر، كنت مشغولا في العمل. مع الراهب برصيصة؟ نعم. وهل وصلت إلى نتيجة ما؟ أجبني بسرعة. لقد سقط برصيصة في الفاحشة. حقا؟ لا أصدق، لقد فعلتها أيها الشيطان الأبيض. لماذا تبكين الآن؟ ليتني مت قبل أن يحدث ما حدث، إنني أكره نفسي. أما أنا فلا يوجد في قلبي إلا الحب لك يا ريموندا. أرجوك يا سيدي اتركني، اتركني وكفى ما جرى. بل ستأتين معي لتعيشي في صومعتي، فلا يشك فينا أحد من الناس. ماذا سيفعل إخوتي عندما يعلمون بالفضيحة؟ ومن سيخبرهم بها؟ هل سأعيش بقية عمري على هذا النحو؟ وأثمرت جريمة برصيصة مع الفتاة
طفلا بريئا لا ذنب له. قلت لك ألف مرة إنني لا أريد طفلا، نحن لسنا زوجين لتنجبي لي. لقد جاء المسكين إلى الدنيا ولا ذنب له فيما جرى. ماذا سأقول للناس إن علموا بوجوده؟ أسكتيه فورا بأية طريقة. المسكين يتألم من البرد، سأذهب أنا إلى غرفتي القديمة فأحضر ما أجده من ملابس لعله يتدفأ ويرتاح. السلام عليك أيها الراهب العابد الطاهر، لمن هذا الطفل يا ترى؟ لا أدري، لو رآه غيري من الناس لظنوا أنه ولدك، ولو رآه إخوة الفتاة ماذا سيفعلون بك؟ هذه مشكلة وعليك أن تحلها. وبينما كانت الفتاة مشغولة بتوفير أسباب الحياة لولدها الرضيع، كان برصيصة مشغولا بدفن الطفل بعد قتله. لقد أحضرت له الملابس الثقيلة، هل نام؟ سأذهب إليه، إنني لا أجده في الصومعة. برصيصة، برصيصة، أين ولدي؟ ماذا فعلت بالطفل؟ أجبني. فعلت ما كان ينبغي أن أفعل. أنا لا أفهم، أين ابني؟ أين ابني؟ ابنك كان سيجلب لنا العار وقد تخلصت منه. قتلته؟ لا لا، أنت تكذب، أين ولدنا؟ أستحلفك بالله الذي تصلي له يا برصيصة، أستحلفك بالله. ألا تفهمين؟ ألا تفهمين؟ ولدنا مات. لا لا، أرجوك قل لي أين هو؟ أنا قتلته ودفنته بيدي هاتين حتى أحافظ على سمعتي بين الناس. أهذا ما يهمك؟ سأخبر الناس عنك. قلت اخرسي، سأحبسك في هذه الصومعة حتى تتعلم الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. تحدث يا برصيصة. لقد قتلت الطفل مثلما نصحتني. أنا لم أنصحك بالقتل، قلت لك فقط يجب أن تتخلص من الفضيح. المهم الآن أن ريموندا غاضبة وتصرخ طوال الوقت كالمجنونة. وأين هي الآن؟ حبستها في صومعتي. هذا خطأ كبير، قد يمر أحد الناس بجوار الصومعة فتستنجد به أو تحكي له كل شيء. أيمكن أن تفعل ذلك؟ لا تنسى أنها مجروحة، أنت قتلت ابنه، المرأة لا يصمت لسانها ما دامت على قيد الحياة. إذن أقتلها وأجبرها على الصمت. انتظر يا برصيصة، لا تتعجل يا أخي، العجلة من الشيطان. أسلوبك رائع يا أبيض، وسوست له بالفكرة دون حتى أن يلاحظ. أخرج من هنا، ماذا تريد؟
لن أؤذيك يا نور العالم إذا وعدتيني أن تلتزمي الصمت وتنسي ما جرى. كل ما يهمك أن أصمت ولا يفتضح أمرك. لا لا يا برصيصة، لن أصمت أبدا. إذن أنت لم تتركي لي خيارا آخر. لقد قتلتني قبل ذلك مرتين، قتلتني يوم وثقت بك، وقتلتني يوم أخذت ابني. لا فائدة، يجب أن أقتلك وسأدفنك بجواره. وقتل برصيص ريموندا. اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي، اللهم اغفر لي خطيئتي، إنك أنت الغفور الرحيم. سيدي الراهب، كيف ماتت أختنا ريموندا؟ مرضت مرضا شديدا وحاولت إسعافها بكل الطرق. نعرف أنك لم تقصر يا سيد الراهب في مداواتها، شكرا لكل ما فعلته من أجل أختنا. لقد قمت فقط بواجبي. من أنت أيها الغريب؟ رجل مسافر، أين أختك؟ لا تذكرني، رحمها الله، ماتت مريضة. بل ماتت مقتولة بعد أن كيف تجرؤ على اتهام الراهب برصيصة بهذا؟ عندي الدليل على صحة كلامي. هل تخبرني بالحقيقة؟ جرب بنفسك لتعرف أنني أخبرك بالحقيقة. كان كابوسا فظيعا. لقد رأيت، لا عليكم. أما أنا فلا أستطيع الكتمان، ما رأيته في الحلم كان قبر أختنا. هذا نفس ما رأيته، ودلني عليه رجل مسافر. هو نفس حلمي أيضا. لقد قال الرجل إنها مدفونة بجوار الغرفة التي بنيناها لها. نعم، على يمين الباب في حفرة عميقة، ومعها طفلها الذي أنجبته من الراهب. هل يمكن أن نرى جميعا نفس الحلم؟ دعونا نتحقق من هذا الأمر. وحفروا الأرض ثم أخذوا الراهب جرة. ماذا دهاكم؟ أنا الراهب برصيصة. أصمت أيها المجرم. أرجوكم أرجوكم دعوني أدافع عن نفسي. ستتحدث أمام الحاكم باتريك ووزرائه والناس أجمعين. لماذا تفضحونني وتفضحون أختكم؟ سأعطيكم أي تعويض تطلبونه. اخرس ولا تزد كلمة واحدة. يا للفضيحة يا للفضيحة. يا لك من داهية يا أبيض، إنني أعترف بالدهشة أمام قدراتك الشيطانية. لست راضيا عن نفسي بعد يا سيد إبليس. كيف؟ لقد صبرت على الراهب حتى جعلته يرتكب الفاحشة، ثم جعلته يقتل مرتين. هذا غير الكذب، فماذا تريد أكثر؟ إن طموحي لا يتوقف عند أحد. ماذا تدبر أيها الشيطان؟ سترى، سترى حالا يا سيد إبليس. أرجوك يا صديقي أن تنجيني. أنت الذي فعلت ذلك بنفسك يا سيدي الراهب. لم أعد راهبا، أنا فاحش وكاذب وقاتل. أرجوك ساعدني. كيف أساعدك الآن؟ لماذا لم تتق الله؟ كيف لم تستحي وأنت أتقى بني إسرائيل؟ أرجوك لا تزد من ألمي. ثم إنك اعترفت لإخوتي الفتاة بكل ما فعلت. موقفك في غاية الصعوبة. أنت الذي دفعتني لهذا، كنت تشير إلي أن أحدثها، ألا أتركها وحيدة، كنت تشجعني دائما حتى... حتى ماذا؟ أكمل. أنت شيطان، نعم أنت شيطان. أخيرا عرفتني، ولكنه إدراك متأخر يدل على الغباء الشديد. لا تؤاخذني، إنما أقرر حقيقة. دعك من الكلام وافعل شيئا، سيقتلونني. سيقتلونك، هذا شيء مؤكد،
وليس أمامك إلا حل واحد. قبلته قبلته، ما هو؟ أسجد لي سجدة واحدة وأنجيك من كل هؤلاء. قبلت. الآن يا سيد إبليس، أستطيع أن أقول أنني أتممت المهمة. إنني ساجد أمامك، فأجرني. هذا ما أردته منك يا برصيصة، وكانت النتيجة أنك كفرت بربك. إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هو المذنب، اقتلوه. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء